فهذا إرضاء للجهمية أو للقدرية، فلا بد من التفصيل بأن تقول ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن، هل تريد التلفظ، تريد التلفظ والصوت، أو تريد الملفوظ به؟ فإن كنت تريد الملفوظ به وغير مخلوق، الملفوظ به هو كلام الله جل وعلا. أما إن أردت بلفظ التلفظ الذي تنطق به بلسانك فهذا مخلوق، لسانك مخلوق وصوتك مخلوق، صوتك مخلوق ولفظك مخلوق، لكن الملفوظ به المؤدى هذا غير مخلوق، فلا بد من التفصيل. هم يريدون الإجمال، تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول غير مخلوق تجمل، فيدخلون من هذه الحيلة، فلا بد أن تفصل لتقطع عليهم الطريق. ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء هو كلام المخلوق، مخلوق صوته مخلوق ونطقه مخلوق. ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن، بعضها جيد وبعضها غير جيد، القراء يختلفون، مواهب من الله عز وجل، فهذا دليل على أن هذا مخلوق يختلف، بعضهم يعطى صوتا حسنا بعضهم يعطى دون ذلك. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون في غاية الكمال، اختلاف الأصوات دليل على أن الأصوات مخلوقة، أن الأصوات مخلوقة. وما كان ينبغي الدخول في هذا، لكن هم اللي ألجأوا المسلمين إلى هذا الشيء، فلا بد من البيان. لما ألجأوا الناس إلى هذا القول فلا بد من كشفه وبيانه. هي مصيبة في الحقيقة، لولا أن الله قيض لها الأئمة وبينوها لالتبس على كثير من الناس هذا الأمر. نعم. فالمذاهب ثلاثة: مذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، ومذهب الواقفة، ومذهب الصوتية اللي يقولون لفظي بالقرآن، اللفظية نسميهم اللفظية، مذهب اللفظية اللي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فتقول له لا بد من التفصيل، فإن كنت تريد التلفظ والصوت فهو مخلوق، إن كنت تريد الملفوظ به والمتلو فإنه كلام الله غير مخلوق. ولهذا جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، فيطلب من القارئ أنه يحسن صوته للقرآن.